السلام عليكم ورحمة الله، مرحبا بكم في قناة مغربية من إنجلترا. الوصفة ديال اليوم إن شاء الله غادي نحضر معكم اللحم بالبرقوق، وصفة تقليدية مغربية تجي رائعة ولذيذة. نتمنى أنكم تجربوها. ما تنساوش ضغطوا على الزر الأحمر للمشاركة في القناة وضغطوا على الجرس باش يوصلكم الجديد. تابعوني نتعرفوا على المكونات وطريقة التحضير. غادي نحتاجو كمية من اللحم الأحمر. أنا استعملت تقريبا كيلو ونصف، وعندنا واحد جوج بصلات مقطعين مربعات صغيرة، واحد الملعقة كبيرة ديال القزبر والمعدنوس المقطعين. بالنسبة للتوابل عندنا 3 فصوص من الثوم، ملعقة صغيرة سكنجبير، ملعقة صغيرة قرفة، غادي نحتاجو شوية ديال المسكة الحرة، وعندنا نصف ملعقة صغيرة إبزار، والملح تبقى على حسب الرغبة، وعندنا ملعقة صغيرة مملوءة راس الحانوت الخاص باللحم والبرقوق. غادي نحتاج ملعقة صغيرة مملوءة سمن، وعندنا كاس كبير ديال الماء الساخن اللي رقدت فيه شعيرات من الزعفران الحر، وعندنا غنحتاج ايضا زيت الزيتون. نبداو على بركة الله. بالنسبة للطريقة كيف ما غتلاحظوا جد سهلة. من بعد ما وضعنا اللحم في الطنجرة نضيفو عليهم البصل اللي قطعناه مربعات صغيرة، ونضيفو ملعقة كبيرة القزبر والمعدنوس مقطعين. من بعد نضيفو 3 فصوص من الثوم، من بعد ما نطحنوهم ونضيفو جميع التوابل، ونخليو المسكة الحرة جانبا حتى ندقوها عاد نضيفوها. ونضيفو ملعقة صغيرة مملوءة سمن، السمن اللي كيعطي واحد المذاق واحد اللذة خاصة لهذا الطبق. من بعد نضيفو الكاس ديال الماء اللي رقدنا فيه شعيرات الزعفران الحر. كيف ما سبق لي وذكرت، من الافضل يكون الماء ساخن عاد نرقدو فيه شعيرات الزعفران الحر. من بعد نضيفو المسكة الحرة من بعد ما دقيناها، المسكة الحرة اللي كتخلي لينا المرق يجي معلك ولذيذ. صافي نسدو على الطنجرة ونخليوه يطيب واحد 60 دقيقة، عاد نضيفو الزيت. بالنسبة للتزيين غادي نحتاجو واحد الكمية ديال اللوز، ونرطبوها في الماء ونخليوها جانبا. غادي نحتاجو ايضا للتزيين كمية من البرقوق المجفف، وعندنا واحد 2 ملاعق كبار ديال سكر سنيدة، وملعقة صغيرة ديال القرفة، وماء الزهر. ناخذ واحد الاناء ونوضعه فيه البرقوق المجفف، ونضيف عليه 2 كيسان ديال الماء فين غادي يطيب لنا البرقوق. بالنسبه للسكر والقرفه والزهر غادي نضيفهم من بعد ما تيطيب البرقوق. من بعد ما طاب البرقوق نضيف عليه السكر سنيده والقرفه، ونخلطو مزيان. ونضيفو واحد الملعقة كبيرة ديال ماء الزهر، ونخليوه يطيب حتى ينشف من الماء اللي فيه ويتعسل.
ويصبح الشكل ديالو كيف ما كيبان لنا في الصورة. من بعد نصفيو البرقوق ونحتفظو بالعسل اللي صفيناه من البرقوق، لأنه غادي نضيفوه على المرق. ناخدو الكمية ديال اللوز من بعد ما قشرناه ونوضعوه في إناء اللي درنا فيه 2 ملاعق كبار ديال الزيت. ضروري نوضعو اللوز في الزيت تكون باردة، عاد نوضعوه فوق النار ونقابلوه وحنا مستمرين في التحراك حتى يتحمر. من بعد ما مرت ساعة ديال الطياب، نضيفو الزيت في الطنجرة، تقريبا كاس صغير ديال الزيت اللي العبار ديالو 50 ملل ديال الزيت، ونضيفو العسل اللي صفيناه من البرقوق لكي يعطي لهذا الطبق لون ولذة خاصة. ونخليوه يكمل الطياب ديالو حتى يعقد لنا المرق تقريبا 1.5 ساعة، تيكون اللحم واجد والمرق عاقد. وفي نفس الوقت وحنا تنحركو في اللوز ونقابلوه باش ما يلصقش لينا. حتى يتحمر ويصبح اللون ديالو بهذا الشكل، عاد نزولوه من فوق النار. والطبق ديال اللحم بالبرقوق بالطريقة المغربية تيجي بهذا الشكل، تيجي رائع وأكيد لذيذ وسهل في التحضير. نتمنى أنكم تجربوه. ما تنساوش شاركوا في القناة وضغطوا على الجرس باش يوصلكم الجديد. ديروا لايك، وإلى فيديو قادم إن شاء الله.